معانا جلطة مخ بقالنا قد ايه ما مشيناش؟ كناش بنمشي 4 شهور. هو بدأ بدري ما شاء الله، اتحسن بسرعة. يلا نمشي. احنا عملنا كام جلسة؟ 6. احنا كده بعد 6 ايام يا جماعة بقاله 4 شهور شلل تام مفيش حركة. بعد 6 ايام بدأنا نمشي صح؟ الحمد لله، البركة في ربنا، الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا الاستاف بتاعنا بنضطر بعينيه، ربنا يتكليفه لينا يا رب. احنا بنوريكم خطوه بخطوه يا جماعه، ده لسه بقى لنا 6 جلسات علاج مكثف، وعملنا حقن للعضلات المتنفسه عنده. ما ترفع ايدك معايا شويه كده وانت ماشي، انا مش عارفه ايدي ولا رجلي دلوقتي. عايز تقولي كده؟ يا ايده يا رجله. عايزه مني طب اقف. يلا حرك ايدك معايا. سلم على الدكتور بايدك الشمال. يلا اتكى على صوابعك. طب اقفل على ايدي. اتكى كمان. اقفل على ايدي، ما كانش في حركه خالص يا جماعه. طب افتح شويه ايدك. افتح ايدك. طب اقفل ايدك. افتح ايدك. طبعا يا جماعه احنا عشان بنشتغل على المخ، عشان ما يديش اشارتين، وهو لسه بيعتبر بنعمل حاجه اسمها برمجه للمخ، ففعلا خليناه يوقف ماشي عشان يعرف يحرك ايده، وما كانش هيقدر يعمل الاثنين مع بعض. فعشان هنا انتوا عارفين احنا تخصصنا مخ وعصب، عارفين حتى الاوردر بنديه للعيان ازاي، الاوردر نفسه بيفرق. مبسوط؟ بارك الله فيك. الحمد لله. غلطة مخ احنا بنضرب معايا علاج مكثف. تقولي من الساعة كام؟ كل شوية الساعة 11 بالليل. نشتغل يا جماعة، احنا بنقول 6 ساعات بس بندي كل عيان حقه زي ما ياكل بقى. بس الحمد لله ما شاء الله احنا في الجلسة الثابتة، وبيقولوا وهو ماشي من غير ما حتى يكون سند مع الدكتور كمان. بس حبينا نوريكم تطور الحالة ما شاء الله في 6 يوم عليه. تمام. غلطة مخ وشلل نصفي. جاي على كرسي وبحرك. همشي يا دكتورة رانيا، ها مشينا ولا لا؟ ماشيين. ها يلا كمان. يلا العفو، اهم حاجه انتوا تبقوا مبسوطين.